بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Our beloved Prophet, peace be upon him, has stated, "Every letter read from the Holy Quran shall gain you a reward, and that reward will be multiplied by 10." Subhanallah, it's that easy.